بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله، يا سيد الكونين، يا نور الهدى، يا بحر ذو لا يطف عطاه، يا بلسم يشفي الجروح حنانه، يا ناطقا للحق ماء بهاه، جعل النعيم لمن يحب محمدا فهو النبي اسمى عليه الله. من لليتامى والارائب كافر، من بالقيامة شاشع الله، من باسم رب العرش قد كرم اسمه، اكرم لاحمد جل من رباه. من للجنان اذا الجنان تزينت، غير الحبيب ومن اتبع هداه. فإذا ذكرت العدل كان محمدا، وإذا أردت الحق كان هداه. صلوا عليه وسلموا فهو النبي صلى عليه الله. قسما بنور المصطفى وجماله، لم يخلق الرحمن مثل صفاته، المسك والكافور من عرق النبي، والورد والياسمين من وجلاته، عيسى المسيح رآه في إنجيله، وموسى الكريم رآه في توراته. يا عاشقين محمدا وجماله، صلوا عليه تفوزوا بصلاته. صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. ايها السادة، كل شيء في الدنيا له حد، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. والآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم، نعيش مع الكتاب المحمود والذي انزل على نبي محمود، بصوت القارئ الشيخ محمود رجب عبد العال، عالم التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، والمقيم بالغطوري مركز مني القمح شرقية. فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما Oh.
إذا رضى الله رسوله يا
امسك عليك زوجك وعبك امسك عليك زوجك وعبك الى تبكي في نفسك فالله غدر امسك عليك زوجك وعبك الى وعدك فيه نفسك فالله مبدي وتخشى الناس والله احق ان تخشى فلما قضى زيد Amen.
وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي حرج فيما فرض الله سنة ولكن رسول
كان الله بكل شيء الذين يبلغون رسالات الله يخشون الذين يبلغون رسالة الله يخشون ويخشون ولا يخشون أحدا What the fuck?
ونذكر رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وسبحوا بمقرة تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام
تحيتهم يوم يلقون سلام وأعد لهم أجرا كريما وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا
توكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وهكذا يا اخواتنا في الايمان والاسلام عشنا في رحال هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ السيد محمود رجب عبد العال، عالم التلاوة في مصر والعالم الاسلامي والمقيم بالغطوري مركز منيا القمح شرقية، وبذلك عبر يسير موجات اذاعتنا الدولية والهندسة الكهربائية ولؤلؤة الانوار ومخازن الفراشة الكبرى إدارة علم الجمهورية الحاج علي أبو خميس وأولاده المقيم بشفيق، الخيمة الفندقية المتميزة إدارة الحاج شحتة أبو علي المقيم بشفيق، مصور هذه الليلة على شبكة الإنترنت صاحب موقع منتدى سفراء القرآن الكريم وعمدة المصورين بالشرقية المتنقل عبر المحافظات إدارة المهندس ناصر صلاح المقيم بشارع وادي النيل بمدينة الزقازيق، أسرة الفقيد الراحل وجميع عائلات أبي غريب وعنهم الحاج سعيد عبد المنعم غريب والأستاذ صبحي عبد المنعم غريب والحاج شحتة أبو علي وعنهم الوالد الكريم العمدة سعد، يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء فردا فردا. أيها السادة سعيد مشكور جميعا.